السلام عليكم. المهم انا جيت نوريكم دابا هذا لو ريست ديال الحلقات اللي بقاو دابا عندي في البارا. بقات هذه الحلقه هذه هي سي راه كنت ديجا هضرت لكم على هذا لا كومبوزيسيون. لا كومبوزيسيون سي هذا اباز دو حلقات مكونين من الكويفر يعني النحاس ومن لو زنك يعني لو كويفر باش تيساعدوا على الطونسيون يبقى مقاد. نتوما لابسينهم الطونسيون تيكون مقاد. ايضا الزنك تيطلع في المناعه. ايبو اليرجينيك يعني بزاف ديال النساء تيديروا الحلقات تيخمجوا ليهم ودنيهم بدوك لي ماتيير هادو لو كويفر ولو زنك. يعني بالعكس ايبو اليرجينيك تيعطيو ليكيليبر لا سونتي ديال لابو. نيكل فري هي راه مكتوبه فيهم نيكل فري يعني بدون رصاص. معروف ان الرصاص الا قصنا بيدينا او كليناه ولا هذا تيمشي للدم تيتاكومولا ولو وصل لواحد لادوز تيقدر انه الله يستر يضرب المخ يضرب بزاف المسائل. يعني هادو حلقات طبيه راه شفتو معايا هذا هذاك اللوغو ديال لا فارماسي ديال هذا الصيدليه لاغام سميتها جادمير فارما يعني مسمين لاغام لابوغاتوار جادمير فارما لو بونور دون لا فارماسي. هاد لي موتيف يعني تيبقاو هكا مشللين بالذهب ايضا يعني كلهم لي اكسسوار. دابا انا جبت لكم الحلقات عندهم لي كولي عندهم لي هذا لي براسلي عندهم لي هذا الخواتم داكشي طوب عندهم. السلعه جايه من ايطالي من هذا لي بارا فارماسي لابوغاتوار كاينه في ايطالي. كاين هذا لو موديل عاوتاني كاين هذا لو موديل هذا تيبقاو هكا يعني تحت ميم دوك سميتو دوك شي سميوهم لي بير اللي فيهم ما تيبقاو هكا مزيانين يعني ما تيتحيدوش. مهم معروفه لا كاليتي لا كاليتي فارماسوتيك بارا فارماسوتيك ما لا يعلى عليها لانها تتكون طبيه تتكون يعني خارجه من اماكن اللي ماشي غير اجي ونقولوا انها فارماسوتيك خاصها يكون عندها شروط. كاين عاوتاني هذا الموديل سامبل راه محلول خاصني نسدو. كاين هذا الموديل هذا فيه نجيمات كاين هاد لو موديل كاينين هادو راه دايرين المهم سو سون دي كومبليمون اليمونتير. هما راه حلقات ولكن باش مصنوعين من لي كومبليمون اليمونتير اللي هما لو كويفر اي لو زنك ومشلين بالذهب وما فيهمش الرصاص. بالنسبه للناس اللي بغاو الصباغه اللي تيخافوا من الصبايغ هي الصباغه اللي كنت ديجا هضرت لكم عليها فارماسوتيك اللي هي سيرتيفي بيو. ها هي ها هو لو موديل ديالها اقتصاديه. هذا بلوند فرونسي ها هو اللون ديالو يعني ممكن ان اللي عنده غير شويه الشيب ممكن انه ياخذ غير شويه ويسدها ويبقى يستعملها عند الحاجه. صباغه اللي هي فارماسوتيك بيو ماد ان باري. ها هي السيرتيفيكا ديال البيو ها هي بيو ايكوسير. يعني النساء والرجال اللي تيخافوا على الصحه ديالهم لان الصباغه عندها اثار جانبيه خطيره على صحه الانسان فهذه صباغه بيو. هما لي كولور اللي فيها المهم هما 100% فيجيتال.
فنتمنى انني نكون وصلت لكم بعض المعلومات على الحلقات الطبيه جاد ميغ فارما اللي متكونه من عناصر مفيده للصحه لو كويفر اي لو زنك ومشلله بالذهب، وكذلك لا تتوفر على الرصاص، يعني الرصاص اللي هو لو نيكل. قلت لكم كومبليمون اليمونتير، يعني ماشي غناكلوها، يعني غنستعملوها، ولكن راه تعتبر ان كومبليمون اليمونتير لان تكمل لنا التغذيه ديالنا منين تنلبسوها ومنين تنكونوا لابسين دي زاكسيسوار اللي غادي يجملونا وغادي يعطيونا واحد المظهر جميل جدا، وفي نفس الوقت غادي يحافظ لنا على الصحه ديالنا. في انتظار انني نجيب لكم ان شاء الله لي كولي لي هذا الخويسمات لي براسلي. ف هما الحلقات كاينين، الناس العشاق ديال لا كاليتي خاصه اللي تتعلق بلا سونتي، وشكرا.